لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة سيد ظافر الفياض الحسيني الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سويته. حياكم الله سيدنا. حياكم الله سيدنا. وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. الله يخليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم إرسال رسائلكم واستفساراتكم عبر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة، وكذلك نذكركم أيضا على ما يطرح في هذا البرنامج هو مطابق لفتاوى آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله. وكذلك مشاهدينا الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا عن الدفن وتعرفنا الكثير ما يجري في الدفن، منها أحكام الدفن ومنها مستحبات الدفن وأين يدفن الميت إلى آخره. واليوم نتكلم عن الاغتسال المستحب أو الأغسال المستحبة. إذن سيدنا، بما أنه إحنا مستمرين في الأحكام الشرعية والأحكام الواجبة، بالنسبة للأغتسال والأغسال المستحبة، يعني هل هناك عدد أو عدد مضبوط للأغسال المستحبة، وما هي أبرز هذه الأغسال، وكذلك وهل يمكن يعني من جنابكم أنه تعددون هذه الأغسال أم لا؟ تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مفروض سؤالك حول الأغسال المستحبة، ورد في الشريعة مجموعة كثيرة من الأغسال المستحبة، منها ما يخص الأيام ومنها ما يخص الأفعال، وهي بحدود 18 أو 19 غسلا مستحب. بل مستحب، وردت في الشريعة. أبرز هذه الأغسال هو غسل يوم الجمعة، هذه من أبرز هذه الأغسال. وتعداد هذه الأغسال، في البداية نصنف هذه الأغسال، منها ما يكون للأوقات ومنها ما يكون للأفعال. فحينما نقول غسل يوم الجمعة، فيوم الجمعة من الأوقات، لاحظت؟ نعم. يوم من أيام الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، وهو عيد المسلمين، صلاة الجمعة تكون فيها، استراحة المسلمين، فيستحب في نهار يوم الجمعة غسل. يبدأ وقت هذا الغسل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ويستحب أن يكون قبيل صلاة الظهر، هو من الفجر إلى الظهر، بس الظهر زمانًا يعني من حيث الوقت، لكنه يستحب للمكلف أن يأتي بغسل يوم الجمعة قبيل صلاة الظهر، هذا يكون أفضل الأوقات. كذلك يمكن أن يقع هذا الغسل إلى الغروب، يعني مو فقط للظهر أو قبيل صلاة الظهر، يمكن أن يستمر وقت هذا الغسل إلى الغروب، هذا وقتها أداء همته. أداء. زين، إذا سمحت لي هنا، هذا الرأي هو على رأي السيد صادق؟ بلي بلي. أدام الله ظله. نعم، على رأي
السيد المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي أطال الله عمره وحفظه. وهناك آراء سيدنا في حتى في غسل الجمعة على أنه يكون حد الظهر أو حد صلاة الظهر أو بعض لل يعني هذا من حيث الأداء باعتباره هو أهم هذه الأغسال المستحبة، ووردت فيه روايات تؤكد هذا الغسل، غسل المستحب تؤكده وتدعو إليه وتدفع المسلم إلى أن يغتسل غسل الجمعة، حتى أنه في بعض الروايات يقول لا يترك هذا الغسل حتى وإن دفعت فيه مالا كثيرا، يعني في الماء، يعني تروح تشتري الماء، تروح تشتري الماء حتى وإن كلفك الماء هذا أموال كثيرة، اشتري واغتسل غسل الجمعة. لاحظت المسألة؟ يعني إذا شنو نفتهم إحنا من هاي الروايات؟ نفتهم شدة محبوبية هذا الغسل للمولى عز وجل، أنه يا مسلم اغتسل غسل الجمعة هذا، فأكو شدة محبوبية. لذلك المشرع الله سبحانه وتعالى أو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام يدفعون المسلمين حول أن يهتموا بهذا الغسل. لذلك وردت فيه روايات كثيرة، وقته كما ذكرناه لكم، وهناك وقت آخر غير هذا الوقت اللي هو وقت اضطراري، يمكن تقديم الغسل في يوم الخميس، هذا فقط الذي بلي للي يعلم جيدا أنه يوم الجمعة ما راح يلقى ماي، فيمكنه أن يقدم الغسل إلى يوم الخميس، أو ربما يكون على سفر أو على سفر مثلا تمام. ويمكن أيضا أن يقضى هذا الغسل، يعني يوم السبت مثلا قد عدت الجمعة، فيمكن أن يغتسل غسل الجمعة في يوم السبت، لاحظت، لكن قضاء بقصد قضاء هذا الغسل، لا بنية الأداء. نية الأداء شو وقت قلنا؟ من صلاة الفجر إلى الظهر، وربما يمكنه إلى الغروب، لكن يوم السبت لا، بقصد قضاء هذا الغسل فيغتسل يوم السبت. ويمكن أيضا للمكلف أن يغتسل غسل الجمعة في باقي الأيام بقصد رجاء المطلوبية. زين سيدنا، بالنسبة للقضاء يعني جنابك ذكرت على أنه ممكن يقضي الغسل، بلي يقضي. زين، هل من الممكن أنه واحد يريد يقضي ما فاته من الغسل، كل غسل اللي يدخلها للحمام ينوى على أنه ما فاته من الغسل بغسل الجمعة، أي برجاء المطلوبية ما يخالف، يعني بقصد رجاء المحبوبية المطلوبية هذا ما يخالف، يجوز له ذلك. هذا في خصوص صلاة، في خصوص غسل الجمعة. سيدنا، وكذلك يعني لماذا يعني قدم غسل الجمعة على غسل زيارة المعصومين؟ غسل الجمعة مثل ما قلت لك فيه توفرت فيه روايات كثيرة، وبعضها حاثة ودافعة وباعثة نحو هذا الغسل. أحسن. غسل الجمعة. أحسن، بارك الله بك. زين سيدنا، هل تجزي هذه الأغسال عن الوضوء أم لا؟ هذه الأغسال المستحبة طبعا لا تجزي عن الوضوء، فالذي يغتسل غسل الجمعة ينبغي له أن يتوضأ بعد ذلك، والذي يغتسل الأغسال الأخرى اللي إن شاء الله نذكر لك إياها بالتعداد، نعددهن إن شاء الله، حتى هذه الأغسال لا تكفي هذا الغسل عن الوضوء، فينبغي التوضأ بعدها، يتوضأ حتى يقدر يستبيح الصلاة. أحسنت. زين سيدنا، الذي يعني الروايات التي ذكرت هذه الأهمية لغسل الجمعة، وكذلك هناك روايات بينت على أنه هذا الغسل سوف يعني اللي يستمر على هذا الغسل لمدة 40 غسل جمعة راح تكون الجثة مالته على حفاظها على ما هي عليه.
زين. بل من آثار هذا الغسل من آثار الحفاظ على جثة الميت. أحسن سيدنا. أنا أرجع على سؤالي في ربما شخص يريد يقضي من قضى يحسب على 40 غسل حتى تكون جثته على أن تكون باقية كما هي أم لا؟ لاحظ أنه المشرع الإسلامي الله سبحانه وتعالى والرسول والمعصومين كلهم كانوا يؤكدون على غسل يوم الجمعة. لاحظت؟ هو من جانب رحمة للناس. نعم. لاحظت؟ رحمة. ومن جانب آخر أكدوا أيضا في رواياتهم الشريفة على وجود آثار لمن يداوم على هذا الغسل. الدوام أو المداومة أو التزام. هسه سواء قضى الأغسال الفائتة عليه أو هذا الغسل وداوم على الباقيات. نعم. كل هذا إذا أخذناه من باب الرحمة الإلهية ليش لا ينحسب له؟ أحسن. لاحظتوا؟ فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أحسن. فلا يبخل على عبده بالثواب الجزيل إن كانت هذه نيته. أحسن. زين سيدنا، إذا وجبت يعني الأغسال منها واجبة على المكلف ومنها مستحبة، هنا الواجبة احنا ذكرناهن بالتسلسل أو فرضا. نعم. يعني سيدنا وجبت عدة أغسال على الشخص منها هذه المستحبة، شلون يبدي بيها؟ هسا يعني مثلا تفضلون بي قلتوا انه اكو اغسال مستحبة واغسال واجبة على شخص واحد. بلي. في آن واحد يوم يكفي ان يأتي بغسل واحد يكفي عن الجميع سواء باقي الاغسال او اغسال المستحبة، الاغسال الواجبة او الاغسال المستحبة كافي ويكفي ان يأتي بغسل واحد، هذا كلش كافي يعني. إن كان واجب وإن كان مستحب. إن كان واجب وإن كان مستحب، لكن حينما يغتسل يغتسل ويقصد به الواجب، يعني النية حتى شنو. نعم. يشمل المستحب وياه. نعم. زين سيدنا، التعداد هذه الأغسال شلون التعداد؟ إن الأغسال المستحبة مثل ما ذكرت لك أنا في بداية البرنامج تعدادها حوالي يمكن 18 غسلا أو أكثر أو أقل. ذكرنا هو ذكرنا منها الأبرز. بلي. اللي هو غسل يوم الجمعة. نعم. وهناك أغسال كثيرة أخرى بحسب التصنيف اللي ذكرنا لكم إياه في بداية البرنامج، إنه هناك أغسال للأوقات. نعم. وهناك أغسال للأفعال. نعم. فالغسل الثاني الذي يأتي بعد غسل الجمعة. نعم. غسل أول ليلة من شهر رمضان المبارك، في أول ليلة، يعني بكرة يكون هو أول يوم ليلته يستحب فيه الغسل. نعم. وكل الليالي الفرادة من رمضان كذلك، مو فقط في أول ليلة، الليالي الفرادة كذلك. يعني واحد هذا هو غسل أول ليلة. نعم. ثلاثة، زين، خمسة، الليلة الخامسة. بلي. الليلة السابعة، وهكذا الليالي الفرادة من ليالي شهر رمضان يستحب فيه الغسل. نعم. ووقت الغسل يكون في تمام الليل، يعني من أول من بعد الغروب إلى الفجر، هذا هو وقت هذه الأغسال. نعم. هذا نقدر نعتبره الرقم 2 من الأغسال المستحبة. كذلك هناك غسل يوم عيد الفطر والأضحى. عيد الفطر والأضحى فيه غسل، وهو من الأغسال المستحبة، ووقت هذا الغسل يكون من أذان الصبح إلى الغروب من ذلك اليوم، يوم عيد الفطر. لكن أفضل الأوقات أن يكون قبل صلاة العيد، لأن الإنسان لما يريد يروح صلاة العيد يستحب له أن يغتسل، هو غسل ذلك اليوم اللي هو غسل يوم العيد. أحسنت. فيغتسل ويخرج إلى
صلاة العيد. نعم. فهو هذا هو أفضل تلك الأوقات. نعم. بلي. الغسل الرابع بلي ليلة عيد الفطر. إحنا الغسل الثالث قلنا شنو؟ يوم العيد نفسه. نعم. لكنه أكو قبلها ليلة العيد، يعني قبلها بالوقت ليلة العيد أيضا هناك غسل من الأغسال المستحبة، هو سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، ووقته من أول المغرب إلى أذان الصبح. خمسة، غسل يوم الثامن ويوم التاسع من ذي الحجة، في شهر ذي الحجة ذن اليومين فيهن غسل مستحب، وغسل اليوم الأول واليوم الخامس عشر واليوم السابع والعشرين والأخير من شهر رجب. هذا كله احنا الآن في تعداد الأغسال المستحبة. نعم. الوقتية، يعني المخصصة للأوقات، ما مخصصة علما للأفعال. الأفعال راح نأتي على ذكرها تباعا، احنا الآن فقط نذكر الأغسال المستحبة اللي تكون للأوقات. غسل يوم الغدير، يوم عيد الله الأكبر، اللي احنا الآن في هذه الأيام نعيش فرحة هذا العيد، عيد تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام وليا على كل مؤمن ومؤمنة. في هذا اليوم أيضا أكو شنو؟ غسل، ومن الأغسال المستحبة. كذلك هناك غسل آخر يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، أيضا هناك غسل، هذا غسل من مستحب. غسل يوم النوروز أو النيروز كما يقال، هذا اليوم الذي يعني يعني به بالعربية اليوم الجديد، أيضا روي أنه فيه غسل ومن الأغسال المستحبة. كذلك ومن الأغسال المستحبة الوقتية أيضا يوم الخامس عشر من شعبان، أيضا فيه غسل، وهو اليوم الذي يصادف تنصيب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم عجل وليك الفرج. بلي. ويوم التاسع ويوم السابع عشر من ربيع الأول فيه غسل، ويوم 25 من ذي القعدة أيضا فيه غسل. هذه هي مجمل الأغسال الوقتية التي تختص بالأوقات. أما الأغسال الأخرى التي تختص بالأفعال، مثل غسل الوليد حين ولادته، يعني الجنين حينما يخرج من بطن أمه يغسل، غسل هذا الغسل هي غسل للأفعال، هذا أول أغسال الأفعال. اللي بعدها غسل المرأة التي تستعمل العطر لغير زوجها، هذا أيضا من أغسال الأفعال المستحبة. هذه اللي تحط عطر بس مو لزوجها، لغير زوجها، هذا يستحب لها أن تغتسل لهذا الفعل. كذلك من مس بدنه بدن ميت مغسل وإن كان طاهرا، لكن يستحب الغسل، الغسل. إن لم يكن مغسلا هذا الميت ومس المكلف ببدنه بيده، أصبح الغسل واجب، صار واجب. لكن هذا الميت المغسل وإنت تقيسه يستحب الغسل، مستحب، ورد هكذا من الأغسال، أغسال الأفعال. كذلك غسل من لم يصلي صلاة الآيات الواجب، هاي حينما تجب عليك عند احتراق القرص. نعم. فوجبت حينئذ صلاة الآيات ولم يصلي عمدا ها ولم يصلي، فأيضا يستحب له أن يغتسل غسل هذا الفعل، غسل هذا الفعل. بل أيضا يستحب غسل من سعى إلى رؤية مصلوب، رجل مصلوب صلب الحاكم الجائر مثلا،
فمن سعى عمدا لرؤية المصلوب أيضا يستحب له أن يغتسل. أما لا إذا مو عمدا اشمر من يمه وشافه. هنا النية مالته مال الغسل هنا شلون؟ إيه غسل النية حسب الفعل. أغتسل لهذا الفعل لرؤية المصلوب. بلي أغتسل مستحبا ها مو واجبا. أو ندبا يذكر الوجه يقول أغتسل ندبا طاعة قربة إلى الله تعالى بهذه الطريقة. واضح. بس مو شرط أن يقول السبب، ما يحتاج يقول السبب، فقط ينوي في قلبه السبب ويذكر هذه النية. أيضا قد يستحب للمكلف حينما يريد أن يدخل إلى مكة المكرمة أو الحرم المكي أو المسجد الحرام أو الكعبة الشريفة، كذلك في المدينة حرم المدينة أو المسجد النبوي بل أو الحضرة الشريفة، يستحب له أن يغتسل لدخول هذه الأماكن الشريفة. كذلك مشاهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام حينما يريد أن يدخل فيها أيضا يستحب له أن يغتسل ويدخل. غسل السيارة كذلك، غسل الزيارة للمشاهد المشرفة كذلك أيضا من المستحبات. كذلك مو فقط من الأغسال المستحبة اللي هي للأفعال، مثلا طلب الحاجة أيضا يستحب له الغسل، التوبة يستحب له الغسل. أحسن. هذه هي مجموعة الأغسال المستحبة سواء كانت للأوقات أو للأفعال. أحسنتم سيدنا خدمتك. الله يحفظكم إن شاء الله. سيدنا انتهينا من المحور الأول، بعدها إن شاء الله نأخذ أسئلة المشاهدين. سمحنا فاصل. الله يحفظكم إن شاء الله. إذا المشاهدين الكرام انتهينا من المحور الأول وسوف ننتقل إلى المحور الثاني، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. اقترضت مبلغا من البنك وقمت بشراء أرض وبيعها. الآن القرض مضى عليه سنة وشهران وقد حان موعد رأسي سنتي للخمس، والقرض في يدي الآن، فهل يجب فيه الخمس؟ المال المقترض لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب في المقدار الذي صار منه ملكا لك، أي ما دفعته من أقساط القرض إذا كان الدفع بصورة أقساط، وكذلك في الأرباح الحاصلة من بيع الأرض إن كان هناك أرباح. إذا كان لدينا بيت واحد فقط ولم نسكن فيه، فهل يجب علينا تخميسه مع أن نصفه إرث؟ يجب فيه الخمس في الفرض المذكور، إلا مقدار الإرث منه فإنه لا خمس فيه، إلا إذا علم بأنه كان فيه الخمس ولم يدفع الميت خمسه. اشتريت بيتا وسيارة بمال غير مخمس، ولكنني بحاجة إلى البيت للسكن فيه والسيارة أقودها للعمل، فهل يجب علي أن أخمس البيت والسيارة؟ بيت السكن في مفروض السؤال يصالح عليه المرجع أو وكيله، وأما السيارة فإن كانت للاستفادة الشخصية فكالبيت يصالح عليها، وأما إذا كانت للعمل والتكسب فيجب إخراج خمسها. لا توجد طريقة لشراء أرض ومن ثم بناء الأرض مسكنا لي ولعائلتي إلا بادخار مبلغ من المال لعدة سنوات نظرا لغلاء الأرض ومواد البناء، فهل يجب علي الخمس في ذلك المال؟ وهل يجب الخمس في الأرض المشترات بتلك الطريقة؟ نعم يجب الخمس في المال وفي الأرض أيضا، وفي الخمس الثراء والنمو والخير والبركة كما وعد الله تعالى. اشتريت قطعة أرض بسعر 71,000 ودفعت للمكتب الذي كان واسطة بيني وبين صاحب الأرض 2,000، فيكون المجموع الذي دفعته لشراء الأرض هو 73,000. فهل إذا جاء وقت رأس السنة الخمسية أخمس 71,000 أم 73,000 أم ماذا؟ يجب تخميس قيمة الأرض الفعلية في فرض السؤال.
حياكم الله مجددا المشاهدين الكرام في برنامجكم هداية السائل، وكذلك نرحب بسماحة العلامة الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. حياكم الله مجددا سيدنا، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله. وكذلك مشاهدين الكرام للمشاركة في البرنامج يمكنكم أرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة. وكذلك أذكركم أيضا على ما يطرح في هذا البرنامج، هو مطابق لفتاوى آية الله العظمى سيد صادق الحسيني الشيرازي أدام الله ظله. إذن سيدنا انتهينا من المحور الأول ونأخذ أسئلة المشاهدين الكرام. أحد الأخوات تذكر تقول: هل يجوز تحكم أبو الزوج بزوجة ابنه أم لا؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. في مفروض السؤال تحكم، يعني المفروض أنه نستفهم كيفية هذا التحكم، شون كيفية هذا التحكم. المهم احنا ناخذ على ظاهر الحال. نذكر أن ولاية الأب على ابنه ولاية خاصة، الأب على ولده له ولاية عليه، لكن الزوجة وليها يكون زوجها. لاحظت؟ نعم. الأب ولايته على ولده، أما هذا الولد إذا عنده زوجة فهو ولي على شنو؟ زوجته. لاحظت هذا أولا. ثانيا مسألة التحكم، خلنا نصورها بأنه مثلا يقلها مثلا سوي كذا سوي كذا سوي كذا. الزوجة في البيت مو وجوبا عليها أن تسوي أي شيء، هي الواجب عليها شغلتين: الفراش والخروج من المنزل إلا بإذن الزوج. هذه ذن الاثنين. نعم. فإذا كان الزوج هو بنفسه ما عنده ولاية على زوجته إلا في هذه الاثنين، أما أبو الزوج ما عنده ولاية على زوجة ابنه، الولاية على ولده، أما زوجة ابنه هو ما عنده ولاية عليها. ولايته على زوجها يعني على ولده وعلى حفيده أو حفيدته. أحسنت. الولاية على ذولا، أما على الزوجة فلا ولاية عليها. أحسنت. نعم، من بواسطة مثلا المسائل الأخلاقية، مسائل التودد بين الناس، نعم يستحب لها أن تطيع. أحسنت. هذا أبو الزوج. أحسنت. ليش؟ لأن مسائل أخلاقية، هذه مسائل عرفية متعارفة أنه تقدم الاحترام، تقدم التقدير إلى أبو الزوج، بس وجوبا عليها أن تطيع لا. أحسنت. كذلك السؤال الآخر، أحد الأخوات تسأل جنابك سيدنا، تقول: هل صحيح أن الولد والبنت الغير بالغين إذا كانوا يصلون ويصومون هذه الصلاة والصيام تذهب إلى الأب أم لا؟ ثواب الصلاة والصوم نعم، لأن باعتبار أنه صلاة وصيام الصبي والصبية الغير بالغين. نعم. غير البالغين بعدهم، هم دون سن التكليف. فصلاتهم وصومهم هذه إما من باب التعبد الشرعي، وإما من باب إنها شنو تمرين، لو هاي لو هاي تمام لو لا، واثنيناتين يحصل عليهن أجر وثواب. أحسنت. شريكهم في الأجر والثواب منه المعلم اللي علمهم واللي دربهم واللي خلاهم يصلون. تمام لو لا؟ ومنه أفضل من الأب والأم في هذه المسألة أن يكون معلم. أحسنت. ومدرب للطفل والطفل الغير بالغين. أما أنه تكون نفس الصلاة هذه كحساب للأب والأم، يعني يدخل في خزينتهم على أنه هم مصلين وصايمين، بهل تصوير هذا؟ لا، مو صحيح. مو صحيح. بس ثوابه إيه نعم يروح للأب والأم. أحسنت. السؤال الآخر سيدنا، أحد الأخوة يسأل جنابك، يقول: هل يجوز تبني الأولاد أم لا؟ بعض الأحيان الناس اللي ما عندهم ذرية يتبنون أولاد، بعض الأحيان لا يشتروهم، أكو عوائل تبيع هذه الأولاد لسبب ظروف القاسية والمعيشية اللي عايشها، يبيعون أولادهم. فهنا هسه هو نخليه احنا كله بإطار واحد سيد، هو التبني، هل يجوز التبني أم لا؟ التبني محرم،
لا يجوز التبني أبدا، هذا عندنا في شرعنا حرام. ادعوهم لآبائهم. التبني إذا كان بصورة أن يأتي بالطفل وينطي اسمه يقول هذا ابني، لاحظت في التبني ابني، يعني يسميه فلان ابن فلان ابن فلان على اسمه، هذا حرام لا يجوز التبني أبدا. أما إذا لا كان من قبيل التربية، أربي أصرف عليه، أربي أنشئه، لما يكبر يروح في حال سبيله، هذا ما بيشي، هذا جائز، لكنه أن أدعو يعني هذا راح يصير بعد ذلك وريث يرث أموالي، بعد ذلك هذا ينافس أولادي الآخرين في الورث، لهو اللي يتمنى أخو ما عدى أولاد، نكون واقعين سيدي. لا مثلا ما يخالف حتى وإن كان ما عنده، سواء كان أو هذا مو ابن حتى يرثه، هذا ليس ولده حتى يرثه، لاحظت؟ ربما هذه من حصة وريث آخر، لأنه إحنا لما نروح إلى كتاب الفرائض، هذا الإنسان إذا توفى وما عند من يرثه، هناك أكو نطاقات أخرى من الوراث، فراح يكون هذا الرجل يأخذ إرث هو مو إله. تمام دولا؟ خلينا نقول مثلا مع هذا الرجل اللي إجا تبنى هذا الطفل، نعم، ما عنده لا ابن ولا بنت، زين، ولا زوجة ولا أبو ولا أم، من تكون حصة من بعد ذلك؟ نعم. لما إذا يموت حصة من هاي الأموال راح تكون من حصة النطاق الثاني اللي هم الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، مالتهم حصصهم، راح يجي هذا اللي شايل اسم هذا الشخص قانونا راح يأخذ، قانونا وربما حتى شرعا. ليش؟ لأن هذا اسمه فلان ابن فلان، منو يدري انه هذا متبني؟ لاحظت؟ إلا اللهم إذا يكون أكو شهود عدول يعرفون بالقضية أن هذا ترى مو ابن متبنى. تمام؟ يا الله يقولون يا به الورث ما يوصل إليه، تروح المن إلى الوراث الحقيقيين، يعني بيها مفاسد ومحاذير كثيرة، لذلك هي محرمة التبني. أما إذا يربي ما بي إشكال، خليه يربي، مو يربي وبعدين يكبر يروح لهله، أي خليه يروح لهله، شكوا بيها أنت لك الثواب. لا هو شوف سيدنا، بل اليوم اللي واحد يتبنى الطفل لكون ما عنده ذرية يريده، يعني فذخيرة الوقعت، احنا على قولة هنا نقول اذا وقع حتى هذا يكون مثل ابنه، يسنده، ما يخالف، هذا ما يخالف في التربية كذلك، ممكن يصير الى سند، مو شرط انه يمنحه اسمه. بل احنا عندنا قاعدة، ادعوهم لآبائهم وانتهى الامر، مسألة حرام ان التبني، لا يجوز له التبني. نعم يربي ماكو إشكال في التربية، يربي، نعم، وهذا من يكبر أيضا يكون إلى سند. تمام دولا؟ نعم. خمو يعيفة حتى لو يروح لهنا، لاحظت؟ لكن أن ينطي اسمه أو يرثه، لا، هذه أحسن. خلاف قاعدة ادعوهم لآبائهم. أحسنت، بارك الله بك. خلاف. أحد الأخوة يسأل جنابك يقول عندما يعني أسمع الأذان يقول هل من الممكن فورا أصلي أم لا؟ يسمع الأذان، نعم، بل نداء الأذان اللي هو عندنا احنا خمس ثلاثة نداءات بلي للصلاة، بلي وليست خمسة، لأن الأوقات مال الصلاة هنا ثلاثة بمحكم القرآن، بلي وليست خمسة. نعم الصلوات خمسة، نعم، لكن النداء للأذان، نعم، ثلاثة وبمحكم القرآن، نعم، وردت فيها آية، بلي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه هي الآية. نعم، مسألة أنه إذا سمع الصلاة المفروض يبادر المن؟ يبادر إلى إقامة الصلاة، يبادر إلى الصلاة، هذا أولا وبالذات. لكن أكو أوقات تسمى بأوقات الفضيلة، هاي الأوقات الفضيلة بل يستحب حينما يسمع الأذان يخلص هذا الأذان يصلي النوافل، نعم، مثلا الظهر نافلتها ثمانية من ركع، نعم، فيصلي قبل صلاة الظهر نافل النوافل
بعد ذلك يصلي صلاة الواجبة عليه يضلي الظهر وكذلك العصر أيضا هم بيها نوافل ثمانية وبعد ذلك يصلي العصر. يعني هو جائز؟ أي نعم جائز له أن يبادر وجائز له أن يتأخر لأداء النوافل هذا هو معناها. أحسن. بس يتأخر بدون داعي بدون أكو ضرورة للتأخر لاحظت؟ يعني هيك قاعد مثلا أو يلعب بالموبايل مالته أو غيره وكذا لهذا ربما يكون من مصاديق التهاون في الصلاة. بل أحسنتم. كذلك سؤال آخر جدا مهم سيدنا. هذا السؤال توفي زوجها هو هذا مضمون السؤال هالشكل. توفي زوجها العاقد عليها قبل الدخول فهل قبل الدخول فهل تعد عدة الوفاة بمعنى واحد خطب وحدة وعقد عليها عقد المؤمن بعدها توفى بل. وما دخل يعني ما زفوا عليها بل. ولا دخل هذه الليلة ليلة الدخول احنا نقول عليها هنا هذه المخطوبة اللي عقد عليها هل هي تعد عدة الوفاة أم لا؟ بل تعتد عدة الوفاة إن كان عاقدا عليها ولم يدخل أو دخل على حد سواء هذه المرأة تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام حتى ولو كان اللي عقد عليها بالصين وهي مثلا بالعراق واحد ما شايف الثاني بالطريق غرق طاحت بيه الطيارة بعد ما وصل لها لاحظت هي زوجته إذا كان عاقد عليها حتى ولو بالتليفون عاقد عليها هي زوجته هنا الآن صارت فيجب عليها أن تعتد نعم. عدة الوفاة حتى لو أحسن. ما شايفته للرجال أحسن بارك الله بك زين هذا بالنسبة للزواج الدام أما إذا كان منقطع نفس الشيء حتى لو كان منقطع ما دام هي اسمها زوجة نعم تعتد عدة الوفاة زين ما يعني إذا كانت في إطار الزواج المنقطع فرضا وقالها وهبت لك المدة وطلقها هنا هم كذلك إذا افترقا بلي يعني الآن صارت مو زوجته تمام بلي بلي في هذه الحالة طبعا خارج العدة يكون هذا شرط في مثلا الرجعية بس إذا أمكن أريدك تفهمني شنو خارج لأنه هاي عليها عدة تعتد منه تقصد بالمطلقة اللي دائمية أم المنقطعة 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 تنفصل عنه بمجرد أن يقول وهبتك المدة أو انتهاء المدة خلص بعد صارت مو زوجته وتوفى ما عليها عدة العفو ما عليها عدة وفاة انتبهت عليها شنو عدة هذا الزواج نعم. اللي هي بعد ذلك خلص مدتها خلصت عدة هذا الزواج عدها اللي هي 40 يوم أما عدة وفاة هي 4 أشهر و10 أيام لا لا 4 أشهر و10 أيام هاي عدة الوفاة أما عدة الطلاق أو عدة الافتراق في هذا الزواج المؤقت نعم. 40 يوم هذا وحد عن هذا زي. عدة الوفاة غير عدة الطلاق لكن لو فرضا واحد طلق زوجته رجعيا مو خلعي ولا بائن رجعي الآن هي في حكم زوجته نعم. تمام لولا لغاية ما تنتهي العدة العدة هشقد نعم. 3 قروء يعني 3 حيضات تمام وربما نحسبهن 3 أشهر تمام إذا كملن عدها 3 حيضات خلص بانت منه يعني صار طلاقها تام لكن لو توفي بالأثناء أثناء ما هي معتدة تعتد عدة الوفاة ليش؟ لأن الآن هي بحكم زوجته لا وهي بالرجعية هي بالرجعية هذه فقط بالرجعية ليش بالرجعية؟ لأنه في الرج في هذه المدة اللي هي كانت تعتد بها عدة الطلاق الرجعي نعم هي بحكم زوجته لاحظت؟ متى ما قال لها ارجعي ترجع حتى لو قالها تعاي تجي أحسنت. إذا مات الزوج هنا في هذه الحالة تمسك هي شنو عدة وفاة حينئذ نعم زين سيدنا كذلك
احدى الاخوات تسال جنابكم وتقول على ان زوجها كل ما يعصب يقولها انت طالق وروح البيت اهلك، ثاني يوم يرجع ياخذها، هنا حكم هذا الطلاق شنو؟ اذا كان على عصبيه فهذا مو طلاق، لانه يمكن احنا في حلقات نعم. سابقه ذكرنا مسائل الطلاق. الطلاق عندنا يتحقق في انه عن قصد، قاصد للطلاق فعلا، وجود شاهدين عدول اثنين، ثلاثة أن تكون المرأة حينما يريد أن يطلقها فعلا عن قصد أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه، لاحظت، وأن لا تكون حائض. إذا هاي الشروط توفرت يصير الطلاق صحيح. أما لا والله الرجال عصبي وهاي من عصبيته يقول طالق، بس الشروط الباقية ما متوفرة، فإذا هذا مو طلاق. زين، كلها توفرت ولكن الشهود العدول ما توفرت. أيوة هذا وحدة من عدن الشهود، لازم يكون الشروط ذني كل المتوفرات. يعني إذا كان فرضا شهود عدول ماكو يعني ما صار طلاق، ما يصير طلاق، ذني الشروط، يجب أن تتوفر الشروط جميعها حتى يتحقق الطلاق. ما يكفي أن يكون يتحقق مثلا أربعة من هذه الشروط ويبقى واحد، أحسن. لا، يجب توفر الشروط جميعها حتى يتحقق الطلاق. أحسنت، بارك فيبقى الله. هذا إنه هذا الرجال كل ما يصير عصبي كل ما طالق، هذا مو طلاق. مو طلاق، لازم يكون تجتمع بها. أحسنت. هذه الأمور اللي عدينا. أحسنت. زين سيدنا، رجل دائما يخمس أمواله. إيه. يعني كل ما تجي رأس السنة الخمسية هو يخمس. بل. هل من الممكن أعطاء الخمس لزوجته لكون زوجته هي علوية أم لا؟ لا، زوجته ما يقدر ينطيه الخمس، خمسها هو ما يقدر ينطيه. ليش؟ لأن زوجته واجبة النفقة عليه، ومصرف الخمس يكون المن للفقراء والمساكين اللي هم مو واجبين النفقة عليه، الزوجة والأولاد والأب والأم، ذولا شنو؟ واجبين النفقة على المخمس، فلا يستطيع أن يعطي زوجته العلوية الخمس اللي يخصه هو. نعم، يجيب إيده خمس من آخرين ممكن يعطي لزوجته العلوية، أو يعطيها فرض واحد ممكن ينطي زوجته العلوية يعطيها الخمس مالته في فرض واحد. شنو هو هذا الفرض؟ أنه هاي زوجته العلوية عدها ناس واجبين نفقة عليها، هي يعني تصرف عليهم، تصرف عليهم حسن. وواجبين نفقة مو مستحبين نفقة، يعني أمها أبوها تقدر تأخذ من زوجها الخمس وتعطي لأمها أو أبوها، في هذا الفرض فقط يستطيع الزوج أن يعطي زوجته العلوية خمسه، غير هذا ماكو. لا، غير هذا ما يصير، لأن هي واجبة النفقة عليه. زين سيدنا، ذكرت الأم والأب، يعني واجب على الشخص أنه يصرف على أمه وأبوه؟ طبعا واجبين النفقة ذولا، الأب والأم والزوجة والأولاد، ذولا كلهم واجبين نفقة على من؟ على المخمس، على هذا الرجل المكلف. أحسن. وكذلك سيدنا سؤال آخر، لو امرأة أرضعت طفلا ولا تعرف عدد المرات، مرات الرضاع يعني أحسن، مرات الرضاع، ولكنها تقول أنه كان عمره سنتين وشهرين، يعني فوق السنتين، هل يعني هنا ينتشر أو ينشر الحرمة أم لا؟ لا، ما ينشر الحرمة من الرضاع هو فقط في حدود السنتين، يعني من عمره يوم إلى سنتين، هذا اللي ينشر الحرمة. لكن إذا تعدى سنتين، شهر شهرين، أو هذا الطفل كان يتغذى نعم. أثناء الرضاع، مو رضعات متتالية بدون فاصل، لاحظت، فهذا نعم. لا يكون رضاعا ولا ينشر الحرمة أبد. نعم، ما ينشر الحرمة. زين، عدد المرات إيش قد المتعارف عليه؟ 15 مرة بإشباع. 15 رضعة مشبعة كون تخليه وحده نعم. هو يلقم الثدي، ووحده هو يترك الثدي، مو هي توخره وهي تخليه.
لاحظت هاي واحدة من مسائل الرضاع. نعم. وأن لا يأكل بين رضعة ورضعة. مو يروح يأكل مثلا خبزة ويجي يرتضع. لا، 15 رضعة مشبعة منبتة للحم والعظم. زين. وأن يصدر من قبل نفسه، يعني الطفل هو نفسه يجي يلقم الثدي وهو من نفسه يترك الثدي. راح يكون من الوارثين، من أهل الورثة؟ لا 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 لا، هو لا يرث، لكن ينشر الحرمة في أنه هي تكون أمه وصاحب اللبن أبوه وأولادهم، أولادهما أخوته وأخو المرأة خالة، أخو الأبو عمه، وهكذا. هذا معنى نشر الحرمة. سيدنا، كل الأولاد لو بس الأول؟ لا، كلهم. كل الأولاد اللي ارتضع، كل أولاد المرضعة، هو ينشر الحرمة بينهم. أحسن. هو أخوهم، لكن أخو الراضع هذا. أحسن. المرتضع ما له علاقة بأولاد المرضعة، لا من قريب ولا من بعيد. يعني يقدر يتقدم ويتزوج من عندهم. يعني بس هذا ما يقدر يتزوج منه؟ لا، ما يقدر من عندهم. هذا اللي يرضع مباشرة أخوته شلون يتزوج من عندهم؟ هذه مثلا البنية أخته شلون يتزوج؟ أحسنت. أخته من الرضاعة، لكن أخوه يقدر يتزوج. أحسنت. أحسنت سيدنا، شكرا لكم، الله يحفظكم إن شاء الله. الله. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيدكم. يا الله يحفظك. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.